عبد الله خير الله، الحين احنا وصلنا ان شاء الله للنهائي. يعني مرتاح بغيابي ولا ما همك عذابي؟ يعني مرتاح بغيابي ولا ما همك عذابي؟ كل شي والله يسألني عليك. أنا ما أحبك، أنا أتنفس هواك، كل ما فيني صوت لك أبيك. لا تقولوا ما أقدر أجيبه، لا تقولوا هذه صعيبة، أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. لا تقولوا ما أقدر أجيبه، لا تقولوا هذه صعيبة، أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة.
حبايبي حبايبي فديتكم. يعطيكم العافية. سارة. يعطيكم ألف عافية. كذي نبي السهرة لنهايتها نشاط وصفقة وشيلة حلوة. ما شاء الله علي عبد الله، يعني هذه المرة غنيت لنا أغنية هادية بس ماكو فايدة برضو شعللت لنا الصالة. نشوف تقييم اللجنة. دكتور عقب الخبيز تفضل. عبد الله طبعا اختيار حلو موفق. الفالت طبعا في نقطتين في النص، انت طبعا بالنزول كان في برا يعني اوت. نفس الشيء في الكوبليه، يعني تبي تخلص في شيء كروماتيك ما قاعد تصيده عدل اوت. ف يعني انا بعطيك 9. حبيبي يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه. أنا من بداية الحلقات الموال طالما أنه مو مفروض عليك أنك تغني، لكن تجيبون الموال وتحطوا ربما الموال تقولون في شيء يطلع منكم شيء خطأ صوتكم يعر، هذه مسؤولية مع أن هذا مو مفروض تقولونه. يعني أنا كنت أتوقع يا قلبي سلم عليها ما ادري شنو سال عليها، كان المفروض انه يدش الايقاع الرتم وتغني على طول. الموال ايش حقه؟ الموال هذا ساعات يحطكم في زاويه و شيء واحد. الشيء الثاني في تقول روح اسال عليها كذا، فيها شويه عرت الطبقه. عندك القفل اللي عمل قفلت فيها كانت هي بيات النوى، بيات الحسيني، بيات الحسيني قفلتها بالحجاز، بس نقلتك من البيات للحجاز ما كانت سليمة. فلذلك أنا ما راح أعطيك الدرجة كاملة، راح أعطيك 9 كذي زين. أنا حسبت إن عشانها آخر حلقة حتكونوا طيبين معاهم شوية. والله أقول الشغلة حتى النفس راح أحاسب فيها أنا صراحة. الأستاذ أحمد الشرقاوي. يعني أنا مأيد طبعاً دكتور يعقوب استاذي سليمان الملا ميتهم الحقيقه. عبد الله اليوم ما انت مو مثل العاده، لكن انا للامانه يعني انا بتكلم هذه الان اخر حلقه، ما زلت انت المسيطر الاقوى على المسرح. حتى لما قلت وغنيت اغنيه هاديه هم العالم معاك قاعدين يصفقون ومستانسين، قادر حتى من الاغنيه اللي يعني اللي فيها شويه رومانس او نقول يعني شويه كلاس هم حركت المسرح، وهذه الميزه اللي ما توفرت في اي واحد من اللي نجحوا او حتى الان او اللي يعني انتهى دورهم، ما توفرت الا فيك بصراحه. اللي تحريك الجمهور والسيطره على الصاله، الثقه اللامتناهيه من لحظه الدخول الى 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 قعدتك. أنا يعني بقول أيضاً اللي يشفع لك عندي إنك أنت أكثر واحد يعرف يختار اللي يصلح له. الرقم ثقل وزنك. لكنك خفيف الظل على المسرح. يا بعد راسي. طول ما أنت تغني أنا قاعد أبكي. صلح 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 صلح. الدرجة زين. باختصار أنا أعتقد أنت مطرب مو مثل فضل شاكر رومانسي ومش عارف، أنت مطرب جماعة يا مخرج رجاء يا أي إذا تدخلت في عطنا تقييمك ابو جراح. مو مخليني المخرج، مو مخليني. انا اقول انك انت مطرب جماهيري، واخر حلقه راح اعطيك الدرجه الكامله لكن بدون شكلك. يعطيك العافيه استاذ مشكور. شكرا. مشكورين، يعطيكم العافية. شكرا للجنة التحكيم على تقييمهم.
عبد الله، احنا تعودنا عليك بالاغاني السريعه اللي تشعل لنا الصاله. اليوم غنيت اغنيه هاديه ورومانسيه وبنعومه، شو السالفه؟ قلت اغير بس يعني لا متى انا اغني يعني اغاني سريعه، لان هم اللجنه يعني ما لو انا اغني اغاني سريعه، فقلت هم اعطيهم لون ثاني، فالحمد لله اعطوني درجاتي على الشيء اللي سويته بكل الالوان. بكل الالوان اللي غنيتها سواء كانت اغاني سريعه او اغاني هاديه، انت ابدعت وشعللت مسرح صوت السهره، وهذا شيء مو غريب عليك. حضورنا ومشاهدينا، التصويت حق الاربعه الليله مستمر معانا لنهايه السهره. تبون عبد الله يكون نجم صوت السهره، دزوا مسجاتكم من الحين لنهايه السهره. رقم تصويته 4، رقم تصويته 9، برسالة نصية على الشركة اللي تابع لها اشتراكك. التسجيل مستمر معنا لنهاية سهرة الليلة. عبد الله، خفت لما قالت 4؟ لا عادي، ماكو مشكلة، خلاص احنا وصلنا للنهاية يعني، ما له داعي. خلاص عارفة يعني. طيب نذكركم انه التصويت حيكون مستمر لآخر الحلقة، ونذكركم ترسلوا رقم التصويت من غير اسم المتسابق. راح نسمع أغنية جميلة جدا بصوت فناننا ونجم سهرتنا طلال سلامة، بس نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. لي ولا حد ثاني من يقرب منك يا ويله، اللي في حبك تحداني، اقلب الدنيا على ليله. انت لي ولا حد ثاني من يقرب منك يا ويله، حبك تحداني، أقلب الدنيا على ليلة. Back.